نشرة وأخبار سلسة من يو تي في، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أكد حرص بغداد على التواصل مع جميع القوى السياسية وتحقيق مزيد من التفاهمات. من جانبه عبر بارزاني عن سعادته لجهود الحكومة الاتحادية في الإصلاح، مؤكدا دعمه للبرنامج الحكومي المتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق. وبدأ السوداني اليوم زيارة لإقليم كردستان برفقة وفد حكومي، حيث كان في استقباله رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، فيما يعتزم لقاء عدد من كبار المسؤولين في أربيل والسليمانية. إلى ذلك، قال أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن زيارات وفود أربيل إلى بغداد كانت إيجابية ومثمرة، موضحين ليو تي في أنها ناقشت قانون النفط والغاز. زيارات وفودنا من أقليم كردستان إلى بغداد كانت إيجابية، وكانت يعني تسلط الضوء على كثير من الملفات التي لا تزال عالقة، هما ملف النفط والغاز. والوفد أكدوا على ضرورة تشريع قانون. أعتقد أنه مجلس الوزراء بصدد إعداد مسودة قانون لهذا الأمر. هذا يدل على هناك جدية في إقليم كردستان وأيضا في حكومة السيد السوداني على حسم الملفات العالقة بموجب اتفاق تحالف إدارة الدولة الذي تم الاتفاق عليه عند تشكيل الحكومة. 167 تريليون دينار، رقم لم تبلغه موازنات الدولة من قبل، فيما تسعى الحكومة لردم فجوة العجز المالي بارتفاع سعر النفط وأموال الدعم الطارئ للأمن الغذائي وسندات الخزينة والاقتراض. تم إقرار موازنة 2023 و2024. الموازنة الأكبر في تاريخ الدولة، ملامحها تظهر بعد انتظار دام أكثر من 3 أشهر. 197 تريليون دينار ما تحتاجه الحكومة من سيولة لتنفيذ برنامجها، وبتقديم مشروع قانون يطرح موازنة 3 سنوات لأول مرة، تنتهي المرحلة الأولى لقصر الحكومة ليحين دور البيت التشريعي في مناقشة المشروع والتصويت عليه. إقرار موازنة لمدة 3 سنوات، هذا الخبر أفرحنا، وقد طالبنا بهذا الأمر منذ البداية بأن تكون الموازنة وفق قانون الإدارة المالية لمدة 3 سنوات. هذه الموازنة بحمد الله إذا أقرت بهذه السنوات الثلاثة سيحصل استقرار في المحافظات، استقرار في أيضا في تنفيذ المشاريع واستمرارها. وهذه الخطوة هي خطوة نوعية بصراحة، تحسب لرئيس الوزراء ولمجلس الوزراء بإقرار الموازنة بهكذا أسلوب. ويؤكد رئيس الوزراء إن إمكانية التعديل على مشروع قانون الموازنة مطروحة وفق المتغيرات الاقتصادية وبصلاحيات وزارتي المالية والتخطيط وتصويت مجلس الوزراء، ومن ثم مصادقة مجلس النواب، إجراء قد يصطدم مبكرا باعتراضات نيابية على تطبيقه. نرى أن تدوير الموازنة وإعطاء الصلاحية فقط لوزارة المالية ووزارة التخطيط بأنها ترى هل يتم إجراء إضافة أو غيرها، أعتقد هذا الأمر يعني سيسحب الصلاحية من مجلس النواب، بالتالي ربما تكون هناك أمور طارئة وهناك أمور يرى مجلس النواب ومثلي الشعب يجب أن تتضمن في كل موازنة، بالتالي أعتقد يكون التعديل عليها بأن تكون تدور الأموال لكل موازنة للسنة التي تليها حتى تكون هناك ضمان لاستمرارية المشاريع. أما عن فجوة العجز المالي في الموازنة البالغة أكثر من 63 تريليون دينار، فيؤكد أحد المستشارين الاقتصاديين في رئاسة الوزراء ليو تي في إن الحكومة ستعتمد 3 روافد لسدها. الأول عن طريق المبالغ المدورة المتحققة نتيجة ارتفاع سعر النفط العام الماضي، والثاني من خلال الأموال المخصصة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتي لم تصرف، أما الثالث فهو اللجوء إلى الإجراءات التقليدية ومنها سندات الخزينة والاقتراض. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد.
والآن نتابع تفاصيل أبرز ما جاء في مشروع قانون موازنة السنوات الثلاث بحجمها الأكبر في تاريخ العراق. أعدها مهند المشهداني وتقدمها فاطمة الملائكة ضمن استوديو يو تي في التفاعلية. أهلا بكم. للمرة الأولى في تاريخ العراق الحديث تقدم الحكومة موازنة انفجارية تقارب 200 تريليون دينار، وللمرة الأولى أيضا تكون موازنة لثلاث سنوات تقول عنها الحكومة أنها استثنائية ومعدة وفق البرنامج الوزاري، وتتضمن معالجة لمشاكل اقتصادية ومالية مزمنة. الموازنة تتضمن مواد تطرح للمرة الأولى في مشاريع الموازنات الاتحادية، وينص بيانها على أن من أولوياتها مكافحة الفساد الإداري والمالي ومعالجة البطالة وخلق فرص عمل للشباب، فضلا عن دعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل وتثبيت العاملين بعقود في الوزارات واستكمال استحداث الدرجات الوظيفية لهم. الموازنة تتضمن خفض مبالغ استيراد الطاقة بمقدار الثلث نتيجة دخول محطات كهربائية جديدة للخدمة واستكمال مشاريع محطات أخرى بينها عاملة بالطاقة الشمسية، كما تتضمن دعما كبيرا للقطاع الخاص في مشاريع الصناعة والزراعة مع توفير الدعم للفلاحين، إلى جانب إنشاء مشاريع لماء الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات. وتتضمن الموازنة استكمال بناء المدارس ضمن مشروع إنشاء 1000 مدرسة نموذجية ومستشفيات بسعة 100 سرير بكلفة إجمالية تصل إلى تريليون دينار، ومراكز متكاملة للتشخيص الأمراض السرطانية، إضافة إلى اعتماد رؤية جديدة في صندوق المحافظات المحررة ترتكز على ملف إعادة النازحين عبر تنفيذ مشاريع سكن وخدمات أساسية وإنشاء صندوق لإعمار سنجار وسهل نينوى. أمنياً، أعلنت خلية الإعلام الأمنية ليلة الماضية اعتقال 54 مطلوباً في ديالى بينهم 3 إرهابيين. وقالت الخلية في بيان إن القطاعات الأمنية باشرت أمس عمليات تفتيش في مناطق متفرقة ضمن قاطع ديالى لملاحقة العناصر الإرهابية والخارجة على القانون لفرض الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن العملية نفذت بإشراف قيادة العمليات المشتركة ومشاركة القوات الخاصة والرد السريع والشرطة والوكالة الاستخبارية، وأسفرت عن ضبط أسلحة وقنابل يدوية. جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين حرص العراق على إنجاح مهمة بعثة حلف الناتو، وخلال اجتماعه مع قائد البعثة في العراق الفريق جيوفاني يانوتشي، أثنى الوزير على مهام الناتو في تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة العسكرية لقادتها والدعم في مجال الأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة الدفاع ومستشارية الأمن القومي. من جانبه عبر الفريق يانوتشي عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجهات العراقية المعنية وبعثة حلف الناتو لتسهيل مهامها وتحقيق أهدافها. أكدت الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة أن بريطانيا ستعيد إلى العراق 5000 قطعة أثرية استعارتها قبل 100 عام. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الهيئة ليث مجيد قوله أن وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني أجرى جولة مباحثات في ألمانيا وإنجلترا لاسترداد الآثار وتوقيع اتفاقيات ضمن مشاريع بعيدة المدى لصيانتها وترميمها وتوثيق النصوص المسمارية وتصويرها وأرشفتها كذلك بشكل صحيح. تبشر وزارة التجارة السبت المقبل تجهيز الوكلاء بمفردات السلة الغذائية الخاصة بشهر رمضان. جاسم العامري معاون مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قال في تصريح إن هناك 4 منافذ تسويقية ستفتح خلال أيام قليلة في مناطق كرخ بغداد ورصافتها لبيع مواد غذائية متنوعة مدعومة بينها الأسماك واللحوم في إطار خطة تجارة للسيطرة على الأسعار في الأسواق العراقية. منتجات طازجة وطبيعية أورجانيك أنتجتها طلبة وأساتذة في كلية زراعة جامعة تكريت،
وقدمها معرض متخصص في إطار السعي لدعم السوق المحلية بالمنتجات الوطنية. في مسعى منها للدخول في الأسواق العراقية، نظمت كلية الزراعة في جامعة تكريتا معرضا زراعيا عرضت فيه منتجات لأساتذتها وطلبتها وسط حضور فاعل لشركات محلية وعالمية. أحد أهداف كلية الزراعة الرئيسية هو توفير منتجات للسوق المحلية. الحمد لله يعني الكلية بإمكاناتها المتواضعة قدرت أن توفر الكثير من المنتجات لمنتسبي الجامعة قدر الإمكان، لكن نحتاج إلى دعم كبير جدا. الأراضي الزراعية متوفرة، المياه متوفرة، الأيدي العاملة متوفرة، العقول التي تنتج هذه المنتجات متوفرة وعقول رائعة جدا. دجاج محلي وبيض ومواد زراعية وعدد وأسمدة كيميائية كلها من نتاج كلية الزراعة في تكريتا قدمها هذا المعرض الزراعي. طبعا هذه الخيمة لقسم علوم الأغذية، هنا شارك الطلاب والأساتذة بمنتجاتهم، وطبعا هذه منتجات طبيعية وليست صناعية وما نستخدم أي مواد حافظة بها، وحبينا أنه يكون المنتج فريش وممكن أن ندعم الأسواق المحلية بهيجي إنتاج وأنه نطور المنتجات المحلية. هذه الإنتاجات هي من إنتاجات كلية زراعة تكريت، جامعة تكريت، كلية الزراعة القسم إنتاج الحيواني، وهذه كانت النتائج بفضل الكادر التدريسي ونشاط الطلاب ككل يعني، وكانت أيضا أنه لولاهم يعني إحنا ما قدرنا نسوي هذه النتائج ولا نصل هذه البحوث. حقول للدواجن ومعامل للفطر فضلا عن زراعة بعض المحاصيل كلها دمرت جراء الحرب مع داعش وأعيد جزء منها، وجزء آخر تحاول إدارة جامعة تكريتا إعادته بمواصفات عالمية وعلمية لدعم المنتج المحلي. من صلاح الدين محمد قادر، UTV. ختام السادسة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.